والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ابن قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. هذه تحية طيبة مباركة نبعثها لكم مشاهدين الأفاضل أينما كنتم. نحن وياكم نلتقي في حلقة أخرى وجديدة من حلقات برنامجكم الفقهي الأسبوعي المباشر الفقه حياة. أقدم التحية والترحيب بضيف البرنامج الدائم أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف سماحة السيد رشيد الحسيني، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سماحة السيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. سماحة السيد، اليوم أكو ضيف غيري في هذا البرنامج، أنتم عمود الفقري للبرنامج والبرنامج قائم على وجودكم، فإن شاء الله تتقبلون أنتم ومشاهدين الكرام. الله يبارك فيكم، حياكم الله يحفظكم. سماحة السيد، في مقدمة حلقتنا لهذا اليوم بودنا أن نطرح تساؤل حقيقة من القضايا التي لربما نبتلى بها كثيرا في حياتنا اليومية، ألا وهي قضية المجاملة على حساب الحق، ربما المجاملة على حساب الحلال والحرام. سماحة السيد، نتعرض لمواقف قد نسكت قد نتغاضى، لكن السكوت ليس صحيح، أو لربما خلينا نقول سماحة السيد تصرفنا يكون بجانب اللي العكس اللي أوصى به دين الإسلام. مثلا أن نستمع إلى غيبة لكن لا نستطيع أن نتحدث كون الشخص المتحدث ربما يكون مقرب منا، وهكذا إلى آخره. سماحة السيد، فودنا أن نستمع منكم سماحة السيد فيما يتعلق بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم آمين. في الواقع أنا أستطيع أن أصنف الناس فيما يرتبط بالمسؤولية الشرعية على أصناف. نعم. الصنف الأول هو الموقف المسؤول. أنه يعتبر نفسه أنه هو مسؤول عن الدين، مسؤول عن الشريعة، ورب العالمين حمل مسؤولية. نعم. وتلك المسؤولية اللي عبرها القرآن الكريم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فحملها الإنسان. نعم. الأمانة الإلهية هو يتحملها. هذا موقف المسؤول، وهو الموقف المطلوب. نعم. ولكن هذا الموقف المسؤول أو هذا القسم الأول اللي هو الموقف المسؤول ينقسم إلى أقسام. موقف مسؤول حكيم. نعم. موقف مسؤول حكيم. نعم. يعني شنو؟ يعني إذا شاف غلط يتخذ موقف، ولكن يتخذ موقف بأعلى مراتب حسب تعبيرنا الحكمة والالتزام والحيوية والمحبوبية، ما يخلي الآخرين يتنفرون من الدين بطريقته. نعم. يعني نعم. فأسميه هذا رسالي واعي. جميل. رسالي واعي. جميل. يشوف واحد يخطأ أخي الكريم بطريقة أو بأخرى بشتى الوسائل والحيل يوصل حسب تعبيرنا رسالته بطريقة جميلة. نعم. هذا أسميه الرجل المسؤول الحكيم. نعم. ولكن عندنا أيضا رجل متدين مسؤول، ولكن ما أدري شو أسميه. أسميه أنه على أي حال سفيه. نعم. متدين. نعم. ويحس بمسؤولية شرعية ولكن سفيه. شلون سفيه سيد؟ نعم. يعني موقفه يريد يحسن يسيء، مشكلة. يريد يخدم يهين. نعم. يريد يدعو الناس إلى الإسلام ينفرهم من الإسلام. هذه يمكن بسرعة جتي في بالك صور واي فعلا. أشخاص على أي حال يشوف فتغلط أمامه رأسا شال الكذا وضرب وأهان وسب وشتم. بابا مو هالشكل، ادعو إلى سبيل ربك بمن؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا شو يسموه؟ هذا الرسالة السفيه أو المسؤول السفيه. هذا أحسنت، الرجل المسؤول الشرعي يشوف أنه عنده مسؤولية، ينهى عن المنكر وهذا الغلط لازم كذا، ولكن بطريقة حسب تعبيره طريقة عبثية، طريقة سفيهة حمقاء معاكسة تماما للحكمة. أحسنتم. اللي هي مردودها مردود معاكس وسلبي. وهناك الصنف الثالث الذي يكون في واقع الحال مسؤول ولكن لا يجيد.
يعني هو يعني حسب تعبيرنا يحس بمسؤولية بس ما يعرف شو يسوي. نعم. ما يعرف. يقول أنا سيدنا شفت فلان قضية كذا، زين شو سويت؟ ما أدري سيدنا ما أدري. فهو ليس حكيما وليس عبثيا. نعم. وإنما حالة شنو؟ بين أنا أسميه حالة الجهالة. ما عنده ما عنده رؤية. ما عنده رؤية. فاقد للرؤية. ذاك الحكيم عنده رؤية واضحة. والسفيه عنده رؤية ولكن رؤية عنيفة غير متزنة. غير متزنة. هذا لا ما عنده رؤية ما يدري شو يسوي. ما أدري أضرب أتكلم أنبه أدير وجهه وأروح. هذا أنا أسميه الصنف الثالث. إذن نعم. الذين يواجهون الغلط ويواجهون المنكر ويواجهون الباطل على أصناف مختلفة. الصنف الأول الذي هو موقف يحس بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ولكن باعتبار شخصيته باعتبار مؤهلاته تختلف مواقفه. مؤهلاته أن يكون إنسانا حكيما راشدا واعيا فشوف مواقفه جميلة. والموقف الآخر القسم الآخر اللي هو خارج هذا اللي خارج يعني ليس موقفا مسؤولا نعم وإنما نسميه الإنسان على حال الانتهازي نعم يعني هو حسب تعبيرنا مسلم هو يصلي ويصوم بس المسألة مهمة يعني الإسلام يأتي في آخر القائمة نعم. آخر القائمة في أولويات اهتمامه نعم. يعني أنه الآخرين شيردوا من عنده الآخرين على حال الإسلام شيريد من عنده مو مهم نعم. الإسلام شيريد من عنده مو مهم وإنما المهم شنو أنه هو لا يضوج نعم. هو لا يفقد علاقاته لا يفقد محبوبيته فإذا واحدهم حسب تعبيرنا أنه أهان الأمة أهان الإسلام أهان رسول الله ما عنده أي موقف نعم. يا به هذا يهين الإسلام يقول شو سوي لا يكلف الله نفسا إلا وسعه نعم. يجد لنفسه يبرر وكذا نعم. هو إنسان انتهازي نعم إذا كان واحد أمامه عنده ثارات بدر حنين ويا يبدأ يصير شنو إسلامي أكثر من اسم مسلم نعم ويبدأ شنو يتخذ مواقف عنيفة يشوف لا هذا مصلحته أنه يسكت يسكت فأسميه انتهازي نعم شخص انتهازي وهناك موقف أنا أسميه موقف المنافق المنافق نعم اللي احنا نسميه بين قوسين الازدواجي الازدواجي وهو معضلة المعضلات أحسنت هاي معضلة المعضلات أنه نحن في الواقع أكثر ما نعانيه في مجتمعنا من هاي الشريحة نعم أي شريحة شريحة الازدواجيين ذو الوجهين ذو اللسانين ذو الموقفين شو السمي سمي نعم هؤلاء ما أكثرهم في المجتمع ما أكثرهم في المجتمع فيشوف خطأ أمامه هو حسب تعبيرنا بالعراقي يقولون يحوجها نعم شلون يحوجها باللغة على حال العربية الفصيحة أنه يوزنها شلون كم هي في مصلحتي أن يتكلم وكم هو في مضرتي أن يتكلم نعم يوزي الأمور بحسبه هذا إنسان على حال منافق الإسلام العزيز نهى وحذر بشكل كبير من هذه شريحة شريحة الازدواجيين شوفوا مولانا في كل وضعية هو موجود ما أريد أجيب أسماء يعني أقول يعني كل عزل الطام لا ما أدري استغفر الله ما أجيب هالتعبير هذا لا. التعبير ما أجيبه هو مثل بس أريد أنبه يعني أنبه عليه شوفوا مولانا بالمهرجانات الراقصة هو واحد موجود بالعزل الحسيني هو موجود ما تعرف من بالمؤتمرات السياسية هو موجود بالجهاد هو موجود بال شو سموا انتم بعد بالعماله والتطبيع هو موجود كل مكان هو موجود
ما تعرف شنو الجلد ما تدري أحسن ما تدري. نعم. اللي أكو مقولة جميلة يقول أنه بعض الناس أن الوقوف على التل أسلم. نعم. الوقوف على التل أسلم، والصلاة مع علي أتم، والأكل مع معاوية أتسم. يأكل مع معاوية دسم الأكل، والصلاة وراء علي بعد صلاة إمام المتقين. نعم. والوقوف على التل لا في صفين ولا في غير صفين. هؤلاء انتهازيون، هؤلاء منافقون، هؤلاء ازدواجيون. وقد عانى أمير المؤمنين منهم كثيرا كثيرا كثيرا. أذكركم قصة، أنا طولت شوي بس أذكركم قصة. مستمتعين بالاستماع سمعت سيدي. قصة هواية جميلة. أكو قبيلة مهمة جدا، وأعتقد هم آل النجاشي، هتشي آل النجاشي من بني نجاش أو نجش أو كذا. نعم. ذولا من الموالين لعلي، ووقفوا مع علي في صفين موقف بطولي. جميل. وفيهم رجل شاعر، شاعر حز شو يسمونه، شاعر القاصع أو كذا هتشي. نعم. شعر بليغ ولاذع وهجاء قوي. نعم. ولم يذكر شعرا في علي إلا المدح والثناء. جميل. وهجى معاوية وعلى حال وانتقده انتقاد كبير سريط اللسان يعني كان. حتى أنه قيل أشعر الناس في ذاك الزمان هو في ماذا، في ولاية، في ولاية علي. جميل. بس أخواني رجاء تصوروا هذه الشخصية، شخصية من عشيرة كبيرة قاتلت مع علي في صفين، يعني فدويين. وهذا ابنهم شاعر، والإمكانية الشعرية كلها سخرها المن لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فد يوم الشيطان لعب عليه، شرب خمر. وصل الخبر لعلي أن يابا فلان شرب الخمر، كان لازم يجلد. نيموه بالشارع، ضربوه على ظهره. يا معود، يا أميرنين، هذا شاعرنا، وهذا الموالي، وهذا المجاهد المقاتل، هذا الكذا، يا مولاي. كان يجلد. إجا شيخهم، أخواني قصة هواية معبرة وإنصافا ذات مغزى. نعم. إجا شيخهم، يا مولاي، يا أمير المؤمنين، إحنا أخوة تدريش سوينا في صفين، شبابنا راحت ووضعنا كذا، وقفنا إلى آخر لحظة. يستعرض بطولات القبيلة. وشوف ابن هذا، ابننا ماكو شعر إلا في شأنك ومدحك وكذا، تجاوزها يا أمير، مشيها يعني لا يجلد. قال لا بد أن يجلد. شيخ العشيرة قال له إذا أجلدت ترى كنا إحنا تدري وين نروح، كنا نروح إلى معاوية. قال لا بد أن يجلد. قال يا معود شوي كذا. قال لا بد أن يجلد، هذا حكم الله. نعم. سواحد يسمعني يقول علي بن أبي طالب عنودي، استغفر الله، لا مو عنودي. علي بن أبي طالب حسب تعبيرنا قوي في الدين، حزم في دين، هو دينه هتشي. نعم. قال شو تقول أنت شاعر وما أدري كذا، هذا واجبه كان يسوي خمو، أنا هذا واجبه. نعم. التواجب تريد يعني على حال تبيع لي إياه. وبعض الناس يتشي. نعم. والله سيدنا احنا عندنا جهادية، شو يسموه هذه؟ خدمة جهادية وكذا. هاي شنو بابا؟ ألخص لكم القصة شباب، علي بن أبي طالب جلد، كلهم راحوا إلى معاوية. لما دخلوا إلى معاوية هنا، نعم، من دخلوا معاوية هلل ومرحب، شنو هاي ذولا آل نجش اجوا، هاي شنو؟ فاعتبرها انه شنو؟ مكسب. الشيخ العشيرة قال حكايه هي هذه المغزى. نعم. قال اعلم يا معاويه، لم ياتي بنا ظلم علي،
نعم. ولم يأتي بنا تقواك وعدلك، نعم، إنما أتى بنا عدم طاقتنا لعدل علي. إحنا ما نتحمل عدالة علي، يعني أنت مو أهل، أنت مو أهل، إحنا هم مو أهل، إحنا مو أهل أن نكون مواطنين صالحين. المواطن الصالح، من نسأل عن مواطن الصالح يعني شنو؟ أن نقبل بالقانون، نقبل بالقانون، هذا قانون. نعم. ابننا شاعر، ابننا مجاهد، هذا شارب خمر خلص جلدوه، حكم الله. فما تحملنا يا معاوية، ما تحملنا عدالة علي. فهل لك يا أخ مصطفى موقف أبلغ من هذا؟ أنه كيف نحن لابد أن نكون على مستوى عالي من المسؤولية فيما يرتبط بأمر الناس وأمر الدين. وللأسف أقولها وأنا على حسرة، أقولها وأنا على حسرة، أنا لما تتكلم، أنا رشيد الحسيني لما أتكلم في برنامج وبرامج، شوف التليفونات، سيدنا إيش تتكلم، سيدنا عيفه، سيدنا لا كذا، لا تنتقد. إذا أنا ما أنتقد وذاك ما ينتقد وهذا ما يقول، من يتكلم فعلا؟ حتى أنه ضغوط، أسكتوا اتركوهم. فأقول أنه نحن يعني الموضوع اللي طرحته إنصافا موضوع ذات يعني ذات أهمية ومغزى وجوانب ألم كبيرة يعني نعيشها نحن كمؤسسة دينية وكطائفة، طائفة الشيعة، حالة المجاملة كبيرة، حالة المجاملة كبيرة. نعم. نجامل في سبيل الله، في سبيل أنفسنا، نجامل في سبيل مصالحنا، نجامل في سبيل أحزابنا، نجامل في سبيل علاقاتنا، نجامل في سبيل سمعتي أنا. سمعتي هواية مهمة، أهم من أنه أتكلم الحق. هذا في واقع الحال أنا أعتقد هو النقطة المهددة للكيان، كيان الأمة هذا. لذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما يقول هالشكل أنه الأمر المعروف والنهي عن عليكم هالشكل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن كذا تركتموه فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فأنا مسؤوليتي أن أقوم بدوري، طبعا دور الحكيم اللي قلنا، الإنسان الواعي الحكيم والعبثي، والإنسان اللي حسب تعبيرنا يخرب قبل أن شنو أن يصطح. نعم. هذا اللي عليه حال لابد أن نلتفت إليه. أحسنت. والآن سمحت السيد، يعني حتى المؤسسة الدينية والمرجعية تعمل ضمن هذا النوع اللي الآن تتحدث عنه، حاولون قدر الإمكان أن تكون المواقف حكيمة والعمل بهذا الاتجاه، يعني ينظرون المصلحة العامة. أحسنت. الناس لا تفهم هذه المسألة، المصلحة العامة، الناس تريد كأنما من لا أخو، بعض الأحيان يشوف يا بتعال ليش أنتم ما تقولون فلان فاسد. بابا يقول فلان فاسد، خو الآخرين ما يعتبروا هذا فاسد. نعم. فالأمة راح تنشق. نعم. وأنا أكون سبب انشقاق الأمة، لأن كل واحد يقول أنا الصالح وغيري فاسد. فعلا. فإحنا نبين فقط شنو، نبين مواصفات الفاسد. نعم. وعمل الفاسد تطبقوا. طيب أحسنتم وبارك الله بكم سماحة السيد على هذه المقدمة والحديث في هذا الموضوع. الآن أنوه لمشاهدنا الكريم بأنه بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا في هذا البرنامج من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبدأ قبل استقبال الاتصالات بسؤال من أحد الأخوة وصلنا على شكل رسالة. أحد الأخوة يسأل يقول: عائلة لديهم والدتهم متوفية قبل 4 سنوات ومدفونة في المقبرة القديمة ومكانها يصعب الوصول إليه، فأرادوا نقل غفاة والدتهم إلى المقبرة النموذجية لسهولة الوصول إليها، هل يجوز ذلك؟ هذا السؤال. في واقع الحال إخواني، نبش القبر، نبش القبر يعني فتح القبر، قبر المسلم لا يجوز إلا لحالات ضرورية. نعم. فنبش القبر كحكم أولي غير جائز. نعم. أن نفتح قبر إنسان مسلم ميت ما يجوز إلا لحالات شنو؟ ضرورة أمنية، يريد نشوفه يا بهذا من القاتلة، منو كذا، منو يعني ضرورة أمنية، ضرورة شو اسمه اجتماعية، ضرورة. نعم. صحية،
اريد اشوف هذا الفيروس شلون اريد ندرسه مثلا، هاي بعض ضرورات الضروره تتحتم. الاستثناء الثاني ان يكون مكانه فيه مهانه، مكانه مهانه. شلون؟ مثلا صار مجاري منك وبالوعات وهذا قبر عزيزنا هنا، فيمكن الانسان ان شنو يغير مكان. او كان في مكان وضيع، مكان وضيع يعني مكان مزبلة وكذا، وأريد أن أقول له مكان شريف. فيجوز. أما غير هذه والله شوي ضيق المكان، ضيق وش اسمه والله الطريق كذا، خب وادي السلام هذا بعد وادي السلام وما أدراك ما وادي السلام. أحسن، فما يجوز. واضح إن شاء الله. طيب أحد الأخوات أيضا بعثت بسؤال لكم سماحة السيد، أنه من شهر رمضان الفائت كانت مطلوبة صيام 15 يوم، ضمن ال 15 يوم ما صامت بسبب انه الطبيب بلغها بانه حالتها الصحيه ما تسمح بهذا الشيء. تقول الى يومنا هذا كل ما اروح للطبيب انه اريد اعوض هذه يعني الايام اللي انا ما صمتن، تقول ما سمح لي بالصيام. تقول مع العلم انه جربت لي اكثر من مره انه اصوم، تقول اتاذى واتخربط ويعني حالتي تصير تعبانه. فشلون شنو الحل سمحت السيد وانا ما بقى شيء على رمضان القادم؟ في واقع الحال ندعو لها بالشفاء والصحة والسلامة، ولكن قبل آخر كلام أن الطبيب لا زال يمنعني، ردت أقول أنه ليس كلام الطبيب حجة. أحسنت، كلام الطبيب حد ذاته مو حجة. لابد هو الإنسان يجرب، بس قالت أنا جربت، من قالت أنا جربت وما أقدر؟ فهي معذورة. فهي معذورة، فيمكن أن تعطي عن كل يوم 3/4 الكيلو طحين و يبقى هذا القضاء في ذمتها إلى أن يعافيها الله سبحانه وتعالى. واضح تمام. طيب أحد الأخوة أيضا سأل فيما يتعلق بقضية شركة، عنده شركة ويا أحد الأخوة، يقول اتفقنا اتفاق أنه نسبة أرباح معينة تكون على الأموال اللي موجودة بشراكتنا هذه. يقول لكن قبل البدء بالعمل بهذا النظام كان أكو مبلغ من المال مثبت كأن يكون 3 ملايين، كأنما هذا مبلغ دوار للعمل في هذا المكان سماحة السيد، ونحن ساعة اللي اتفقنا هو أصلا كان موجود فكأنما كان خارج الحسبة. فيقول أسأل عن اليوم أقدر أتفق مع شريكي هذا الشخص المقابل اللي وياي، أقدر أدخل هذا المبلغ وأخذ منه نسبة أرباح؟ أنا فهم السؤالك هالشكل، أنه كان عندنا إحنا شركة معينة في العمل، ولكن أكو أموال أخرى أريد أدخلها ضمن الشركة وأستفيد منها فأنمي أرباحي. الجواب يجوز ذلك برضا صاحبه وبعلمه. يعني أقول له يا عندي فلوس إذا أدخلها وهي راح يزيد من حصتي، فإذا قبل لا. أما إذا أنا أدخلها وبعدين أطالب كذا، يقول منو قال لك أدخلها وشون أدخلتها وهذه قد كان يضر شركتنا وأنا يقلل نسبتي مثلا، فلا بد من رضا الشريك والإذن منه. أما بدون إذنه وبدون رضاه فهذا في واقع الحال تصرف في مال الشركة بدون إذن شريكه. واضح تمام. صار واضح؟ واضح إن شاء الله. أحسنتم. إذن أنوه أيضا لمشاهدة الكرابين أنه قام الاتصال والمشاركة ظاهرة أسفل الشاشة، وأطلب من الإخوان في الكنترول بأنه يعرضون بصمات صوتية. طيب نعرض بصمة صوتية أولى، نستعرض مجموعة من البصمات بعد ذلك نجيب سماحة السيد. طيب أو نجيب على واحدة 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 كما تشاء سماحة السيد. إذن البصمة الصوتية الأولى. السلام عليكم مولانا. عام 2012 أنا كان عندي 21 مليون وخمستهم. الحمد لله ودفعت خمسهم. من ذاك الوقت من 2012 لحد هذه اللحظة لم يتجمع عندي مبلغ قدر ذاك المبلغ 21 مليون. كل المبالغ الأجمعها يعني أقل من هذا المبلغ، فهل تجب الخمس في هذه الأموال أو لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. نعم واضح إن شاء الله سمحت سيد. شوفي أختي الكريمة، الخمس يتعلق فيما زاد، فيما زاد الزائد عن المخمس يتخمس. أذكى قاعدة، أنا عندي 20 مليون، خمسهن 4 ملايين، انطيت 4 ملايين انطيت موشي، إيش قيل بقى 16 مليون مخمسة. هالستطعش مليون المخمسة إذا السنة الجاية صار عندي فوق 16
ولو 100,000 دينار فوق ال 16 ولو 100,000 لازم أخمس المية فقط المية. إذا تقولين سيدة من ذاك اليوم إلى اليوم ما صار زيادة، ما صار زيادة، هنا عندي جوابين. جواب الأول، هل أنت من صار عندك نقيصة؟ يعني السنة اللي خمستيها من طلعتي مثلا الخمس 21 مليون خمستيها وصار عندك مثلا 16,800 بقى، يعني طلعت الخمس 4,200 بقى جيد عندك، عندك 16,800. هل 16,800 السنة البعد هي صارن 15 صارن 14 يعني قلن؟ إذا قلن فالسنة اللي بعد هي فوق هذه، يعني فوق ال 14، يعني يصير المقياس، المقياس يصير عندك السنة الماضية شقد، مو أصل المخمس. يعني إذا خسرتي نص فلوسك صار السنة الجاية 110 ملايين عندك، وانت قبلها كان 16,800 بقى 10، ما عليك خمس. بس السنة اللي بعد هي صار 11 المليون لازم تخمسي، لأن صار إضافي. واضح بنت أختي؟ هذا الجواب الأول. نعم. إذا كان هيك شيء هذا الجواب الأول. يقول لا سيد، نفس ال 16,800 باقية من 2012 للآن، ما عليك خمس. واضح تماما إن شاء الله. الآن نستقبل اتصال ومداخل من الابتهار. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا ضيفك الكريم المحترم. حياكم الله، تفضل أخت ابتهال. أنا أريد من السيد أن يدعيني مريضة بالشقيقة من عمر 20 سنة حد عمر 46 سنة. عافاكم الله. رحت الأحسن أطباء ما جاي يفيدني العلاج، حتى الطبيب بس في واحد الله إلي في شهر رمضان الطبيب يمنعني من الصيام، بس أنا أجرب أصوم كل شيء ما بيه، ما أمشي بحكي الدكتور. نعم. أريد من السيد أن يدعي لي من أمير المؤمنين، لأن كلش حتى ما صار عندي حالة رمان الصداع. أي والله، أريد من السيد يدعي لي أمير المؤمنين. أي والله، هذا اللي أطلبه من عنده، دعاء لي كلش ما أريد. شكرا لاتصالكم أخت ابتهال. شكرا جزيلا. نعم سماح السيد أخت ابتهال. متصلة أولى في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، وفي شهر رجب. شهر الجبر شهر الرحمة، شهر المغفرة، وشهر على حال عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهر تصب فيه الرحمة صبا إلهي بحق هذا الشهر الكريم وبحق صاحبه أمير المؤمنين، أن تشافي أختنا الكريمة مما تعانيه، وأن تنزل عليها رحمتك يا رب بشفائها وعافيتها وتخلصها مما تعاني، وكجميع من سألني الدعاء إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. أحسنت. جزاك الله خير. بالنسبة للجانب الفقهي في سؤالها اللي تحدثت عن صومها، تقول الطبيب منعني لكن تقول أنا جاي أصوم والحمد لله جاي أكل. ما تشوف مشكلة، هي على حال هي اللي تقيم أمرها، يعني إذا شفت بس أنه الصوم لا يضرها فلا إشكال في ذلك. طيب الآن نستعرض بصمة صوتية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا. عليكم السلام. سيدنا، هل يجوز أن أزرق إبرة لوالدتي في العضلة وذلك لعدم وجود مضمدة في الصباح؟ نعم. وللعلم أن والدتي امرأة كبيرة في السن تتجاوز 70 ولا تقدر على الحركة. نعم، واضح السؤال سمعت السيد. نعم، عافاه الله، عفى الله والدتك. أنا ممن أزرق والدتي الأبرة، يعني أنا أزرق والدتي الأبرة، إذا ماكو أحد أنا كنت أزرقها وما في أي مشكلة. على حال والدتك وهي ليست محل الإثارة ولا كشف العورة ولا هم يحزنون، لا إشكال في ذلك. نعم بعض الأمهات تستحان، ماما شلون كذا، قل ماما ما يخالف، أنا أخلي العباية بمقدار هذا المكان اللي حسب تعبيرنا الكم مال العباء، أخليه في مكان العضلة حتى لا تستحي، ولا أشكال في ذلك. الله يبارك فيك وراعي والدتك ويعافيها إن شاء الله تعالى وتؤجر. أحسنتم، أحسنتم سمحت السيد. إذن نستعرض بصمة صوتية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ردت أسأل حضرتكم، يعني أنا من كنت صغيرة فترة أتذكر فطرت فطار متعمد يومين، بس أنا ما أتذكر يعني بالضبط إذا أنا كنت مكلفة أو لا، يعني نهائيا ما أتذكر.
فأنا يعني قررت عمود أبري بنت عمود يعني أرتاح من التفكير بهذا الأمر. انطيت كفارة إطعام 60 مسكين يعني فلوس يعني مثلاً فلوس يعني للفقراء يعني راح نوزعهم سلات غذائية. يعني هل هذا جائز أو لا؟ نعم سمعت السيد. أي شاكر للأخت اتصالها. عفواً إذا تسمح لي سمع سيد فقط أستقبل اتصال حتى ما أخر الأخ المتصل وبعدين نرجع لسؤال الأخت. أبو حسام. نعم. عليكم. حياك الله أبو حسام تفضل. الله يعزك يا سيدي. سيدنا بالنسبة للعرفة، عرفة مثلا أنا أخذها ربطتها خليتها مليون وربع. نعم. والآن سعرها الفعلي بالسوق توصل 35. نعم. فأني أريد أخمسها، عشان تخمس بسعرها الفعلي المليون وربع لو لا ما أدري حيا الله أخمسها على 35. واضح. وجزاك الله ألف خير سيدنا. أقول عفوا أبو حسام، العرفة مسيجة لو ما مسيجة؟ لا ما مسيجة سيدنا. ما مسيجة. شكرا. شكرا لاتصالك الأخ أبو حسام. الله يعزك. نعم أستقبل اتصال الأخ علي أيضا تفضل. قطع اتصال. طيب نرجع للأخت صاحبة البصمة الصوتية اللي كان سؤالها فيما يتعلق بالصيام. الأخت الكريمة متذكر يوم هي في واقع الحال تقول أنا افطرت. نعم. ومتعمدة بس ما أدري أنا أصلا كنت مكلفة ولا بينها بين الله ما تدري أنها كانت مكلفة أو قبل تكليفها. نعم. فما عليها شيء، الأصل عدم تكليف. الأصل عدم تكليف ما عليها شيء. جيد. ولكن هي عملت شيء أنه مقدار 60 مسكين سوت وجبات غذائية، هذا ما يصير يعني لا تسمى كفارة. عمل زين سويتي لأن أنت أصلا مو واجب عليك. ليش؟ لأنه شك في أصل التكليف. نعم. فما في مشكلة، وهذا اللي سويتي إن شاء الله ثواب، بس مو أنه هي الكفارة يعني. أحسنت. إذا صار عندك كفارة مو بهالطريقة. 60 مسكين تعطين إطعام وليس أموال. واضح إن شاء الله. سؤال الأخ أبو حسام فيما يتعلق بقطعة الأرض اللي عنده مشتريها. أبو حسام إذا يقلد السيد السيستاني الله يحفظه، وقطعة الأرض ما مسيجة، فهاي القطعة ما عليها خمس. خمسها فقط المليون. إيش قيد قال؟ قال المليون ربع. ربع ذاك المليون ربع فقط تخمسه، المليون الربع تخمسه. وإذا خمست المليون الربع فبعت القاع الآن 35 مليون، هذا كله أرباح جديدة. أرباح جديدة إذا صرفتها، اشتريت سيارة، اشتريت بيت، فما عليها خمس. إذا صرفت بيها بعد ما عليها خمس. الخمس فقط في من؟ أصل المبلغ في قيمة القاع اللي اشتريتها. مليون وربع فقط ليش تخمسها؟ هذه إن شاء الله ما عليها خمس، تقدر تزوج ابنك، تشتري سيارة كذا بدون أي مشكلة. طيب سألت إذا كانت مسيجة أو هو مسيجة أو غير. إذا كانت مسيجة لا، قيمة اليوم 35 مليون كلها تخمسها. واضح؟ بس لأنه أنت حظك جيد أنه ما مسيجها ففقط تخمس سعرها اليوم الشراء. واضح إن شاء الله. الأخ أبو محمد تفضل. يا أبو محمد السلام عليكم. سيدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحمك. سيدنا سؤال كلامه. حياك الله تفضل. زوجتي فوق الوقت وشعبان وهي مريضة، يعني مو مريضة يعني دائما من الصوم تمرض ومنعتك تلال أصومي كومو حرام عليك. شلون من الصوم تتمرض فأنت ما تقبل أنه هي الصوم صحيح؟ هي من الصوم للصحة يعني. أنت منعتها من الصيام المستحب. أي واضح. شهر رمضان تقدر الصوم إن شاء الله؟ أي الصوم شهر رمضان فأسهم يعني كده كان 3 أيام 4 أيام صوم من ضمن التمرض طيح يصير عدوان فقاها. واضح. نحن عدنا طلاب وتراسة. شكرا جزيلا لاتصالك أبو محمد. سيد حيدر تفضل. سيد حيدر. نعم. حياك الله. الله يخليك. احنا فلاحين محافظة ميسان. نعم. بال2019 صار عندنا فيضان. نعم. والدولة طت تعويض للفلاح المتضرر. نعم. فبعدين شو العالم كلها سجلت المتضرر والما متضرر. أنا ما مسجل. نعم. ولا مراجع دائرة ولا رايح اللجنة. نعم. من طلع التعويض ووزعوا طلعت لي 2,300,000 وشوية فوق الكسور. نعم.
أنا بالنسبة لي ما متضرر، بس أنا ما مراجع، بس أنا استلمت إنذني مو ما استلمت. نعم. بس شو سووا بين وين أوديين يعني إلمن الطيهين؟ أنا شاف بين ما مطمئن إلي. نعم. شلون أطوك حجي أنت لا طالب لا سويت استمارة؟ اللجنة طلعت هي مسجلة. هي على العقود. هي مسجلة. مسجلة على العقود. على العقود جيد جيد. إيه. واضح سيد حيدر، أشكرك إن شاء الله سمح السيد يجاوبك على سؤالك. اتصال آخر. الأخ علي عاود الاتصال، حياك الله يا علي. الله السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك سيدنا العزيز، سؤال بدون زحمة عليك. تفضل بسؤالك يا علي. الله يحفظكم إن شاء الله سيدنا. بخصوص الطلب مال الصيام. نعم. الطلب سنين يعني أيام سابقة سنين سابقة، بس ما تعرف الطلب إيش قد. في حالة شلون الحل؟ نعم. واضح. فقط هذا سؤالك علي؟ نعم هذا سؤالي بدون ذهب عليك سيدنا. أنت ما تحتمل فشي علي؟ ما تحتمل فشي؟ الاحتمال موجود لكن سيدنا الاحتمال ما أعتبره صحيح. إيش قيد بالله إيش قيد إيش قيد ببالك؟ كم يوم عليك صوم؟ أتذكر يعني تقريبا أيام يعني كل شهر بين يوم أو يومين، فترة كانت امتحانات كانت جيد. فترة يعني حالة صحية. أنطيني فد رقم يعني. أنطيني فد رقم 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 يعني تقريبي شيء تقريبي أنطينا تحتمله يعني بين ال 15 يوم بين 25 يوم بين 15 و25. نعم. اي بس انا هذا ما تاخذي يعني تعرف السنين مرت وايد. واضح جيد. واضح شكرا يا علي، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. نعم سمحت السيد. نرجع لاتصال الاخ ابو محمد اللي سأل عن زوجته اللي تتأذى لما تصوم، فيقول جاي امنعها من الصيام المستحب. الصوم المستحب، الصوم المستحب اذا كان ينافي مصلحة الزوج. نعم. الزوج يقول يا بنت الحلال انا ما اريد تصومين، انا احتاجك، اريد كذا، مدري ايش، فهنا على حال ينبغي ان لا تصوم. لانه حق الزوج مقدم على الامر الاستحبابي. نعم. أما إذا عنده واجب والواجب والواجب مضيق صح وعافية يعني الواجب شلون مثلا أنا علي 10 أيام صوم وبعد 12 يوم رمضان ما عندي وقت، هنا أنا تقدر تصومه حتى لو زوجها ما يقبل. واضح. طبعا إذا ما كان عندها مشاكل صحية، فهذا اللي نسميه مزاحمة حق الزوج في الصوم المستحب. مزاحمة حق الزوج، حق الزوج مقدم على من؟ على الصوم المستحب. نعم. صار واضح النقطة الأولى؟ جيد. النقطة الثانية أنه يحق للزوج أن يمنع زوجته من الصوم الواجب؟ الجواب إذا كان الصوم الواجب موسع يعني بمجال يقدر يقول لها الآن للصومين بعدين صومي، لما أسافر أنت صومي، الآن أنا موجود كذا. نعم. أما إذا كان الواجب مضيق يعني ماكو وقت، فتقدر هي الصوم بدون أي استئذان من عنده. نعم. الأخ الكريم يقول الآن صوم مستحب وهي صحتها تعبانة وأنا أريد أن شوية تحافظ على صحتها حتى رمضان. نعم. خير ما يفعل. جيد. خير ما يفعل. أحسن. إن شاء الله هي مأجورة، هي مأجورة من يريد شيئا من العمل الصالح ولكن لا يقدر عليه سواء صحيا أو اجتماعيا أو شيء من هذا القبيل، الله يأجره. جميل. هي الله يأجره. جميل. هذا فيما يتعلق بالأخ أبو محمد. نروح لسيد حيدر اللي هو فلاح، قال بال 2016 صار عندنا فيضان وعوضوا الأراضي المتضررة. سيد حيدر إنسان شريف. نعم. شريف. وين شرافته؟ شرافته أنه يقول سيدنا أنا ما تضررت، زرعي ما شاء الله ما، بس جابوا لي باعتبار كل واحد عنده عقد انطوه. نعم. وهي جابوا لي فلوس مليونين وكسر، وش أسوي؟ هذا شر، هذا إنسان صافا يعني يخاف أن يدخل في جوفة مال شبهة. نعم. مال شبهة. فأقول لسيدنا سيد حيدر حبيبي إذا ترجع الفلوس للدولة يعني للدائرة راح تنوكل. نعم. تدري جيبه وخليه وكذا. نعم. فأنت في واقع الحال من يمك، من يمك تقدر تنطيه للفقراء، تنطيه للفقراء ما في إشكال. أنت فقير أو أختك أو والدك أو أي واحد انطيه من أصحابك الفقراء، لا إشكال في ذلك. جميل. هو يقوم بتوزيع هذا المال. الأخ موسى علي، قبل علي لكن عندي اتصال سمحت السيد. الأخ موسى تفضل يا موسى. عندنا سؤال على اسمه
ذاك يوم بالاذان مال اذان الفجر انا صايم الحمد لله والشكر. فاثناء الاذان انا شوي ما سمعت زين. نعم. فقبل ضليت فطرت وكملت هو يعني اعتقد وصل الحي على الفلاح حي هيك شيء. فبقيت مرتبك افطر او لا. فهذا اليوم يعني كمل الصيام يجوز او لا؟ صيام مستحب كنت انت صايم؟ ايه الحمد لله بس يعني لقيته جاي اذن من السحر. واضح. نعم واضح. سمح السيد ان شاء الله سؤال الاخ موسى شكرا لاتصالك ان شاء الله سمح السيد يجيبك على سؤالك. الاخ علي مطلوب صيام سماحة السيد لسنوات سابقة يقول من كل يعني سنة ما أذكر أن طلب يومين ثلاثة فقدرهن بين 15 إلى 25 لكن يقول غير مطمئن. شوف حبيبي الإنسان اللي في ذمته صيام واجب ويدري بينما بين الله هو عليه حال مديون ومطلوب لله فهو لابد أن يفرغ ذمته. لازم شي يسوي يفرغ ذمته. أحسنتم. شون أفرغ ذمتي؟ سوي اللي تقدر تطمئن تقول هذا بهالمقدار سيدنا بعد أكثر من هذا ما عليه شيء. الفقهاء شو يقولوا؟ الفقهاء شو يقول؟ يقول خلي يقدر بين رقمين. نعم. يقول سيدنا لو شهرين لو شهر نقول له صم شهر. ليش؟ لأن الأقل هو المتيقن. نعم. الأقل هو المتيقن فأنت صوم الشهر. سيقول 15 و 25 أقول لها تصوم 15. نعم. إذا شفت نفسك تيقنت الحمد لله قلبي ارتاح جيد. إذا لا أيضا أنت من باب الاحتياط صوم ولكن الأخذ بالأقل هو المتيقن. واضح إن شاء الله. الأخ موسى كان صايم والفجر ظهرا ما سامع أذان الفجر. ما سامع. إن شاء الله صومه صحيح ما في مشكلة. هو مكمل صحيح. إن شاء الله صومه صحيح ما في مشكلة لأنه صلاة المستحبة هواية بحسب تعبيرنا بالساعة. يعني مثلا نعم. أنا قمت ساعة سموها أنا مو هالشكلها مثال كمثال. نعم. قمت ساعة 3 الظهر من النوم. نعم. 3 الظهر اي اكو شباب هيك. نعم. نايم مولانا من 3 بالليل 3 الظهر. نعم. قام قال ها يمه قالت يمه غدا كذا شو ما اشتهي بعد ما اشتهي ما اشتهي قالت يوم اخو بصوم بعد ساعتين يأذن صحيح بالخمسة يأذن. نعم. قال ها يصير الفقهاء يقول يصير سيدنا قبل المغرب بساعتين يقول لا صلاة صوم المستحب يمكن إنسان إذا لم يتناول مفطرا ما ارتكب من المفطرات فيمكن أن ينوي الصيام قبل الغروب يحصل ثوابه. فأقول أكو ساعة في الصوم أكو ساعة. هذا الأخ يقول ما كنت أدري يأذن أصلا ما كنت أدري. نعم. وبعدين افتهم إن شاء الله تعالى صومه صحيح. واضح إن شاء الله. طيب الآن نستمع إلى بصمة صوتية. بصمة صوتية أم اتصال أبو رضا. حياك الله يا أبو رضا تفضل. أبو رضا تسمعني؟ أسمعك. حياك الله تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. برز احمد ابدا سهل على مقام شريفة بنت الحسن اللي بالحلة بالطرمازية. الصحيح هو وهمي يعني ما موجود احنا جاي نروح ونزور ويعني بس ماكو روايات جاي يقول انه مو حقيقة انه وهمي. يجي مرة شيخ شهير العتابي هم يعني طلق هالموضوع هذا. طيب. بعد خلال مشيت يعني ما نعرف. طيب شكرا لاتصالك الأخ أبو رضا. نعم سمحت السيد في واقع الحال لا نعلم أنا شخصيا لا أعلم بهذه الأمور. الأمور التاريخية والأماكن علي حال الأثرية أو التاريخية اللي ترتبط بقبور أولياء أو قبور صالحين هذه في واقع الحال ليست من اختصاصنا لا أنا ولا اللي على حال ذكره مو تطلع وتتكلم شنو أنت شنو فهمك لهذا الموضوع يعني. نعم. هذه الأمور يرجع إلى أهل العلم. أحسنت. منو أهل العلم؟ أهل على حال التاريخ وأهل التحقيق تحقيق التراث تحقيق الجغرافيا تحقيق الأماكن على حال القبور
الأولياء وحركتهم وين كانوا صلوا بهالشكل الشخصية أكو في هالمكان، هذه قضايا يرجع فيها أهل الخبرة. وأنا شخصيا قلت للإخوة في أمانة المزارات الشيعية أنه يا جماعة أنتوا شغلكم هذا، شغلكم إدارة المزارات الشيعية، فهل هذه المزارات معتمدة موثقة مستندة؟ فأبرزوا هذا الأمر، اعملوا تحقيقاتكم. فالقضايا هذه ليست من شأني وليست من اختصاصي. أحسنتم، نرجع لأهل الاختصاص في هذا المجال. الأخ مقداد، تفضل يا مقداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مقداد. شلونك أنا؟ الله يبارك بيك، تفضل. سؤال أنا. نعم. نحن موظفين. نعم. موظفين خدمة على التربية بالمدارس. وما عندنا اختصاص مثلا، بس اللي شيء علينا مثلا فراشة اللي يكلم تنظيف هذا. زين دوامنا يصير المدير يقول اريد يومية اثنين، احنا اربعة. بهذا الامر يجوز مثلا اريد لنا حجة يكون جوز لنا يابا عادي، هي دوامنا اسبوعية خمس ايام. واضح، لكن المدير يقول لكم انا احتاج منكم اثنين فانتوا اربعة، فقسموا الامر بيناتكم. الأمر بيناتكم. واضح. زين بهيك أكو أشكال شرعي؟ لا. أنتوا عقدكم يقول إنه دوامكم خمس أيام بالأسبوع. إيه دوام كامل. واضح. شكرا يا مقداد، الله يبارك فيك. اسمع لي سمحت السيد، راح يجاوب على سؤالك بعد ما نستقبل اتصال الأخ جاسم. حياك الله يا جاسم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. حياك الله، تفضل بسؤالك. أنا أحد مقدمي السيد السيستاني الله يرحمه. أحسنتم، تفضل. كانت العمارة بغداد، أجر يومي أداوم أسبوع وأنزل أسبوع لأهلي. أنت أهلك منين؟ عمارة. من العمارة، جيد. أداوم بغداد. بغداد بأجر يومي يعني. إيش قصر يعني لك على هذه الحالة؟ شهر لا شهرين، يعني تقريبا صار لي ست شهور أني أداوم. فكيف شنو تكون يعني ترتيب صلاتي او اكو احتمال يطول الشغله؟ عملك مستمر جاسم؟ راح تبقى بهذا العمل ان شاء الله؟ لو والله هو لحد الان يعني انا مستمر يعني، بس اذا قال لي فرصه عمل يعني بالاعمار يعني قريب على سكناي يجوز له على هم يطردوني يقولوا لي روح لاهلك. اها يقول على هم يطردوني. جيد، هذا السؤال. والسؤال الثاني، عندي بنتي نعم عمرها 14 سنه وشويه، نعم تاخذ علاج ما صار شافها الله، نعم. وهي صار لها 3 سنوات يعني صيامها مصومة يعني، لأن علاج شيء لازم الدكتور بوقته الساعة بساعة، إحنا بساعة يعني. نعم. فشلون يعني صلاتها صومها؟ صلاتها يعني صلاتها ملتزمة بيها؟ ملتزمة الحمد لله والشكر. لكن صيام 3 سنوات صار لها مصوم. أي والله 3 سنوات صار لها مصوم، وتحياتي للسيد إن شاء الله والله يحفظه ويطول عمره. شكرا لك حبيبي. الله يبارك فيك يا جاسم. عندنا دقيقتين سماح سيد، راح نحاول نجاوب على السؤالين. الأخ مقداد يقول إحنا موظفين خدمة على التربية. شوف حبيبي، أنتم موظفين خدمة على التربية وعقدكم 5 أيام بالأسبوع تشتغلون، المدير ما عاجبه يقول نفرين كافي، بس لما تروح للواقع تشوف واقعا أكو هناك وصاخة وكذا والمغاسل مدري شلونها، بس هو يقول أنتم ارتاحوا بيناتكم. هذا ليس ذريعة شرعية وليس مبررا شرعيا على أن أنت تتنصل عن عقدك. أنت تعاقدت على 5 أيام بالأسبوع وأنت فعلا جات تروح يومين أو 3 أيام بالأسبوع، هذا ما يصير، هذا ما يصير. يقول مو المدير، المدير مو شأنه، هذا المدير، المدير هو مو طرفك، طرفك إدارة التربية. هذا المدير مدير مدرسة. قل له أستاذ أنا متعاقد وياهم 5 أيام، ما يصير أنا ما وكل جهالي وأكو شغل هالمدرسة كلها تراب وكلها كذا، وشباب إيش لازم أمسحين، التواليتات لازم أنظفين كذا، واضح أخي؟ لا تخلون للشيطان على أنفسكم سبيل. نعم. مو الشيطان يجي يقول المدير هو قايل يلا، لا، هذا المدير هو يريد حسب تعبيره راعيك وخطية ورجال كبير وكذا،
كل أنا علي أن أسوي اللي عقدت عليه، والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سواء لو ما عدنا وقت هو هم قال أريد أن سمح السيد يشوف أنه في التصريف لا ما. تصريفه ولا هكذا إيه. طيب حديثنا أول حلقة هم اسمها جيد جي. الأخ جاسم سمح السيد سؤالين، السؤال الأول فيما يتعلق بدوامة أسبوع بأسبوع صار له 6 أشهر. أخ كريم الأخ جاسم، جاسم الله يبارك فيه، عائلته ملتزمة وبت مبتلات بالصرع الله يعافيها. شوف حبيبي أنت ما دام 6 أشهر عندك هالشكل أسبوع بأسبوع، أنت كثير سفر. نعم. يعني حتى لو تيجي النجف لازم تصلي تمام والصوم إذا في رمضان، فأنت كثير سفر، لأنه عندك شنو تقريبا 14 يوم في بغداد 14 يوم في الحلة. واضح؟ أو أنه 28 يوم أو 26 يوم في بغداد وأربعة أيام في الحلة، عفوا في العمارة. فأنت أسبوع بأسبوع عندك، أو أنه بالأسبوع عندك 5 أيام أنت هناك، فأنت عمليا 20 يوم أنت في بغداد، فأنت كثير سفر حبيبي. نعم. الصلي تمام والصوم، إلى أنه حسب تعبيرك الله يهيئ لك رزق قريب عند أهلك وعيالك، الله يهيئ لك إن شاء الله تعالى. طيب. أما بنتك الكريمة أحسنت. الله يعطيها العافية، في واقع الحال صلاة أخو واضح يعني تقدر تصلي لأنه ما عنده مشكلة. نعم. أما صومها إذا كان الأدوية أو الجرعات اللي تأخذها من الأدوية يتنافى ويا الصوم، يعني جرعة لازم ساعة 12 الظهر وهي صايمة، فإذا كان فهي معذورة، معذورة من الصوم، بس تنطي تنطي عن كل شهر اللي فاتها 22 كيلو ونص طحين إلى الفقير. واضح؟ واضح إن شاء الله. الله إن شاء الله يبارك في رزقك ويعطيك العافية ويحسن عاقبة أمرك ويسعد بنتك إن شاء الله تعالى. أحسنتم، بارك الله بكم سماح سيد على كل ما قدمته لنا ولمشاهدين الأفاضل في هذه الحلقة. الله يبارك. إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، الملتقى معكم في الأسبوع القادم، دمتم في حب محمد وآل محمد، وإلى اللقاء.